أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تحت الأضواء. تعد النفايات المتراكمة واحدة من المشاكل الناجمة عن تقدم الحضرنة وتنامي تعداد السكان، والتي تواجه المدن الكبيرة في المعمورة كلها. حتى في بعض المدن تتفاقم أزمة جبل النفايات التي صارت آفة خطيرة تهدد البيئة وصحة الإنسان في آن واحد. إذن كيف يمكن معالجة هذه المشكلة واستعادة البيئة النظيفة والصحية للإنسان؟ مشاهدينا، نباشر النقاش بعد متابعة التقرير التالي. أظهرت الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصينية أن الصين أنتجت أكثر من 200 مليون طن من النفايات المنزلية في عام 2016، أي 147 كيلوغراما من النفايات لكل فرد. أفادت دراسة حديثة بأن المواد البلاستيكية تأخذ ما بين 10 أعوام وحتى 1000 عام حتى تتحلل، والقوارير البلاستيكية مثلا تأخذ بالمعدل 450 عاما حتى تتحلل. أما مخلفات الزجاج، ومع أنه يصنع من التراب لكنه مادة لا تتحلل أبدا، في حين أن الأوراق تستغرق من أسبوعين إلى 6 أسابيع لتتحلل. وحتى أعقاب السجائر، على الرغم من صغر حجمها، إلا أن فترة تحللها تصل إلى 12 سنة، كما أن حبال صيد الأسماك يستغرق تحللها أكثر من 600 عاما. قبل بداية العام الحالي، كانت الصين تستورد وتعيد تدوير أكثر من نصف نفايات العالم من البلاستيك والورق، لكنها حظرت استيراد النفايات البلاستيكية بدءا من يناير الماضي لأسباب بيئية، ما أدى إلى تكدس هذه النفايات بل وصولها إلى المحيطات. ويكمن رفض الصين في استيراد النفايات البلاستيكية لإعادة تدويرها إلى أن نسبة كبيرة منها أصبحت ملوثة بسبب احتوائها على نفايات أخرى، بسبب عدم التزام الأفراد بتصنيف النفايات إن التخلص منها. فكم من الوقت يلزم لتتحلل نفاياتنا في الطبيعة؟ مشاهدينا، أهلا بكم من جديد، ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيدة تان هون، خبير في الشؤون الدولية. مرحبا بكم. أهلا. والدكتورة جان هون، أستاذة في جامعة الدراسات الدولية ببكين. مرحبا بك. أهلا. ولو بدأنا مع أستاذ تان، حسب الإحصاءات ففي عام 2016 وصل حجم النفايات التي ينتجها كل فرد في الصين 147 كيلوغرام، ما يشكل 3 أضعاف ما كان عليه قبل 30 عاما. فكيف تنظر إلى النمو السريع للنفايات وأضرارها على البيئة؟ وطبعا لابد لنا أن نقول أن يعني المخلفات تأتي بأضرار جسيمة واضحة وكامنة على البيئة، وخاصة تزامنا مع زيادة كميتها، فإنها ستخرب البيئة الإيكولوجية تخريبا مميتا، وتهدد صحة الإنسان مباشرة. ويمكن أن نحلل هذه الأضرار من عدة جوانب. الجانب الأول هو أنها تلوث بيئة المياه، فنحن نعرف أنه سيخرج كثير من المواد السامة الحمضية والقلوية من خلال تكدس النفايات ودفنها. وأيضا الصناعة في المدن أو حياة اليومية في المدن أيضا تخرج كثيرا من المياه الضائعة المحتوية على الزئبق والرصاص والكادميوم. وإذا كان هذه المياه الضائعة تتسرب إلى المياه السطحية أو مياه الجوفية، فإنها يمكن أن تحولها إلى مياه سوداء فائحة الرائحة الكريهة، فيؤدي إلى انحطاط جودة المياه وتدهور نوعيتها، فلا يمكن أن نستخدمها. وهذا جانب. الجانب الثاني، فإنها تلوث بيئة الهواء. فنحن نعرف يعني في مكان تكدس المخلفات وحرقها تفسد وتتعفن هذه المخلفات، فيمكن أن يخرج منها الغاز السام المحتوي على مثلا على رائحة الكريهة والكبريت والزئبق والمواد السامة الأخرى. فإذا كان تتطاير البودرة أو حبيبات الصغيرة من هذه النفايات مع رياح، فإنها يعني حيث تتجاوز عن المقياس حبيبات الطائرة
لثاني أكسيد الكبريت فإنها ستلوث الهواء، ويعني ويمكن أن تكون هناك مثلا مواد سامة مكتظة في الهواء. نعم أستاذ، فعلا لهذه النفايات أضرار كبيرة وجسيمة. طبعا. والآن لنسأل الدكتورة جان، يعني هناك 3 طرق لمعالجة النفايات، وهي دفنها وحرقها ومعالجتها بطريقة غير مضرة. يعني كيف تقولين عن مستوى معالجة النفايات في الصين في الوقت الحالي؟ في ظل النمو السريع، نمو الاقتصادي السريع وتزايد سكاني المضطرب، فأصبحت قضية معالجة النفايات قضية ملحة جدا، لأن الصين لها عدد ضخم من السكان، وكل هؤلاء السكان يخلفون كثيرا من النفايات. فالصين ما زالت ضعيفة ومتخلفة في هذا المجال سبب الظروف المالية وأيضا ظروف تقنية، يعني لم تكن لديها أموال كافية لمعالجة هذه النفايات، وليس لديها تكنولوجيا العالية لمعالجتها. لكن حاولت منذ المؤتمر 2010 للحزب الشيوعي الصيني أن تغير هذه الحالة تغييرا جذريا، وحتى أبطأت خطوات النمو الاقتصادي لإعادة أبناء الشعب جوا صافيا ومياه نقية. طبعا هذه نحتاج إلى مسيرة طويلة. أولا نحاول أن نعالجها لكي تكون غير مضرة بصحة الإنسان، ثم لكي نفصلها عن المدن نبعدها لكي تكون بيئة الحياة طبيعية، وبعد ذلك كما ذكر أستاذ تمهو أن هناك طرق علاج لازم أن نتبع خطوة فخطوة لنعالجها بطريقة سلمية وبطريقة صحية. نعم أستاذ تم، الصين قد طرحت فكرة يعني تصنيف النفايات منذ سنوات طويلة، ولكن الواقع ليس على ما يرام. فالصين قد قامت بأعمال تجريبية لتصنيف النفايات في 8 مدن بما فيها بكين، شنغهاي وغوانجو، ولكن يعني كل هذه الجهود فشلت. ما هي الأسباب؟ أعتقد أن هناك أسباب متعددة. السبب الأول هو قلة محطات استعادة المخلفات المملوكة للدولة. إذا نحن نعرف في 60 في القرن الماضي كان هناك محطات استعادة المخلفات المملوكة للدولة وصل عددها إلى أكثر من 2000 محطة في منطقة داخل نطاق الطريق الدائري الثاني. أما الآن فلم يبقى إلا 16 محطة في منطقة أوسع. إذا معنى ذلك الآن يعني أولا أن يعني المحطات الأساسية أصبحت قليلة، حيث من الصعب أن نجد محطات استعادة المخلفات في مكان معين. إذا هذا السبب الأول. والسبب الثاني هو المعدات مثلا لمعالجة المخلفات المصنفة أو غير المصنفة قليلة في بلادنا. إذا تكاليف المعالجة لهذه مخلفات مصنفة أو غير مصنفة باهظة، إذا وحجم المعالجة صغيرة، حيث لا يمكن أن تلبي طلبات مثلا لمعالجة يعني تصنيف المخلفات. إذا هذا السبب الأول. السبب الثاني هو هناك كثير من الناس لا يفهمون أو لا يعرفون تصنيف المخلفات، ولو كان هناك مثلا الصناديق قدمتها هيئات الإدارية الحكومية المعنية، وأيضا هناك أيضا الأوراق مثلا يضعون على الحوائط تعلم الناس بكيفية تصنيف المخلفات، لكن في الحقيقة أن الناس كثير من الناس لا يعرفون ولا يفهم. قلة الوعي بسببه. أيوة. نعم. وهذا صحيح. وأيضا هناك كما قلت هناك قد قامت تجربة في عدة المدن الكبيرة، وفي بكين على سبيل المثال هناك أحياء سكنية فعلا المواطنون قاموا بالتصنيف المخلفات،
ولكن عندما تأتي عربات جمع المخلفات المملوكة للحكومة مثلا تشحن وتنقل هذه المخلفات بدون تصنيف، مما ثبط نشاط الجماهير في حماية البيئة. إذن وهذا سبب ثاني. سبب ثالث هو يعني عدم التكامل نظام القوانين واللوائح القانونية. وفي الحقيقة لم تكن هناك مثلا قوانين أو اللوائح القانونية الخاصة بإدارة مثلا بإدارة شؤون تصنيف المخلفات، وأيضا الرقابة التي تقوم بها الهيئات الحكومية لم تكن كما يجب. إذن هذه هي الأسباب. نعم. دكتور جان، أظهرت الإحصائيات أنه في الأرياف الصينية هناك نحو ربع النفايات المنزلية لم يتم معالجتها، ناهيك عن تصنيفها. فإلى متى سوف تستمر هذه الحال؟ ربما ما قلت هذه النسبة ليست كافية. إذا قلنا أن بعض المدن تعاني من حصار من النفايات، وخاصة في المدن المتقدمة اقتصاديا مثل المدن الساحلية في الصين، فالأرياف الصينية قضيتها أخطر. لأن عدد السكان في الريف عندنا ضخم أيضا، والآن هناك نزعة أن يسافر المدنيون إلى الأرياف لقضاء العطل والإجازات، فليس لهم وعي كما قلت قبل قليل، ليس لهم وعي، فيرمي كل واحد ما لديه من النفايات والقمامات كما يشاء أو في أي مكان يريد. فحتى أصبح كل هذه المناطق ملوثة بالقمامات وأيضا المياه وأيضا الهواء. يعني إذا تكدست القمامات في مكان ما فتفوح رائحة كريهة جدا، وأيضا تجذب الذبابات والبعوض وتنقل تعدي الأمراض المعدية، ويعني لها خطر ضخم جدا، لها أضرار كبيرة. فعلى هذا الأساس وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خطة معالجة النفايات قبل سنوات، وهناك يعني خطة مثلا الجمع للقرية، النقل للبلدية، والمعالجة للمدن المركزية، معالجة مركز تركيزية. لكن هذه خطة فقط، ما زالت حبرا على ورق ولم تطبق على أرض الواقع. كما قال أستاذ قبل قليل، هناك صناديق بدأت توضع صناديق في مثلا في الأحياء السكنية وحتى في بعض القرى الريفية. هذه الصناديق لها ألوان مختلفة، مثلا أحمر، أسود، أخضر، أسود ورمادي، لكن لا نعرف ماذا نضع في أي يعني في أي صندوق يعني. فنحن في حاجة ماسة إلى إعطاء دروس للأطفال، يعني يكون هذه الدروس إلزامية لا اختيارية، فيأخذ أي طالب أي تلميذ صغير درسا بعد دخول المدرسة الابتدائية أن يعرف ما هي النفايات، ما النوع، ما صنف من النفايات عليه أن يضعه في أي صندوق. وهكذا يعني التربية تحتاج إلى فترة من الزمن، ممكن بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة أصبح هذه العمليات يعني تصنيف نفايات من الأصل عمل واعيا، عمل يعني تلقائيا لكل طالب. وبالنسبة إلى عموم الشعب الآخر، يعني لازم أن يكون هناك الدعاية أكثر نطاق وأكثر مرات لكي يعرف الناس يعني ما هي خواطر، ما هي أضرار هذه النفايات التي تهدد حياة الشعب، كي نستمر في الطريق الصحيح في هذه الناحية. نعم. أستاذ تام، هناك من يقترح أن يفرض الغرامة على هذه الأشياء لتنفيذ تصنيف النفايات، هل تعتقد أن هذه طريقة ممكنة؟ فأنا أعتقد أولا يجب أن يكون هناك وعي يعني منتشر في أذهان المواطنين، حيث يعرفون ما معنى لتصنيف المخلفات، وأيضا يعرفون أيضا ما هي الأنواع يمكن أن يستعيدوها
ويمكن أن يصنفوها، يعني هذا مهم. والنقطة الثانية هي أن هناك لازم أن تكون هناك مثلا غرامات تفرض على من يخالف عن قانون أو لوائح القانونية المعنية لإدارة مثلا لتصنيف المخلفات. ويمكن أن نتعلم من تجارب الدول الغربية أيضا، فنحن نعرف مثلا في أمريكا أو في أستراليا في اليابان خاصة أن المواطنين يمكن أن يتمسكوا ويلتزموا بنظام في تصنيف المخلفات، يدعون المخلفات في صناديقها المناسبة. إذن هذا هو الوعي الأساسي للمواطنين، ولذلك لابد لنا أن نرفع مستوى الوعي بين المواطنين، حيث يعني يكون أنا أعتقد أن هذا هو مشكلة الأساسية لعدم تطبيق هذا النظام. نعم، إذن مهم جدا التوعية قبل التنفيذ، تنفيذ فكرة. هذا صحيح، كل نعم. واحد لازم يعرف. نعم، التوعية مهمة جدا، يجب أن تكون قبل التنفيذ فكرة تصنيف النفايات. الآن لنستريح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي تناقش معالجة النفايات في الصين. أستاذ تم، لاحظنا أنه في المجتمع الصيني هناك مجموعة من العمال هم الزبالون، يعني عددهم ملايين كبير، يجمعون النفايات والأزبال المفيدة ثم يبيعونه للمراكز الصغيرة ثم إلى مصانع التدوير. كيف تقدر دورهم في معالجة النفايات؟ كما رأينا أنهم فعلا يشتغلون ليل نهار في المدن الصينية، إذن ناس دائما ينظرون إليهم كأنهم يعني مثلا كأنهم جامعي النفايات، أيضا كأنهم يعيشون في فئة الدنيا في المجتمع. لكن في نظري يعني أنا أراهم بالرأي الآخر، فإن هؤلاء فعلا كما قلت عددهم كبير، يعني ملايين في المدن الصينية، وهم يجمعون النفايات ويصنفونها ويبيعونها إلى المراكز أو للمصانع الصغيرة. إذن أصبحت المخلفات موارد جديدة، وواقعيا أنهم يعملون بهذا يعني في هذه المهنة، في الحقيقة أنهم خففوا عبء الحكومة في معالجة مشكلة النفايات. إذن فقط في بكين هناك إحصاء بأنهم وفروا مليار و800 مليون يوان من ميزانية الحكومة لمعالجة النفايات. إذن وهم أيضا حصلوا على رزق حياتهم من خلال ذلك أيضا. طبعا مشكلة هي أنهم يعني ليس لهم أي رخصة وليس لهم أي شهادة وليس لهم أي نظام، فيجمعون المخلفات ويصنفونها ويبيعونها وينقلونها بدون أي ضمان صحي. إذن يقعون في تلوث المتكرر ويشتكون بارتفاع نسبة إصابتهم بالأمراض المعدية. إذن هذه هي المشكلة، يجب أن نأتي بالحل علمي. إذن لي اقتراح لحل هذه المشكلة. إذن هؤلاء موجودين في يعني في الحياة اليومية في المدن. إذن يمكن أن نحاول تأسيس مثلا مهنة ثابتة لهؤلاء الجامعين للنفايات. إذن كانوا يشتغلون هناك كل واحد على حدة، يعني منفردين. إذن ممكن ننظمهم، يمكنهم أن يصبحوا عمال التنظيف للحكومة مثلا، يتقاضون الأجور من الحكومة ويقومون بجمع المخلفات كالمهنة الثابتة. إذن ويمكنهم أن يمكن أن تكون هناك مثلا عملية استعادة المخلفات من المصانع مباشرة أو من خلال القنوات المتعددة، وندخل آلية التنافس في هذه المجالة، حيث يمكن أن نرفع مثلا كمية استعادة ويعني ونسبة يعني استعادات للمخلفات. يمكن أن يعني نعطي حياة أفضل
لهؤلاء الجامعين للنفايات. إذا لابد لنا أن نقدم لهم مثلا ضمانا وخدمات صحية حتى يتمتعوا بالحماية والوقاية الفعالة ولا يقعون في التلوث المتكرر. نعم دكتور جوم، هناك إحصاء في بكين نحو 300,000 زبال، أي كل منهم يجمع يعني نفايات بمئة شخص في بكين. وجودهم يعني الصين لم تقم نظاما شاملا لإعادة تدوير النفايات، متى يمكن أن نرى نظاما مثل هذا في الصين على في مثل ما في دول المتطورة؟ قبل قليل تم وضع الخطة لكن لم تمارس بكل جدية ودقة. هؤلاء جماعة من الزبالين من جامع النفايات، صحيح كما قال الأستاذ كما قلت قبل قليل، يجب أن نحترمهم أولا ويجب أن نعطيهم حياة كريمة. وهم ممكن نقول جزء لا يتجزأ من نظام معالجة نفايات، كي لا يظهر أمام عيون الناس كشحاضين، يعني ليس هذا المظهر مظهر محترم. وإلى جانب ذلك هؤلاء الناس هم يدلون على حلقة من حلقات معالجة النفايات، يعني إرجاع حسب الصنف، إرجاع نفايات أو استعادة النفايات حسب، وهناك تقليل كمية أيضا مهمة جدا، تقليل الكمية العامة. وجدنا هناك مثلا استعمال طاقات غير نظيفة، طبعا سوف تغير هذا تغييرا جذريا وستتحقق الطاقة النظيفة للسيارات في بكين في عام 2020، هذا خطة محدودة مرسومة. وبعد ذلك لازم أن نميل إلى استعمال الطاقات منخفضة التلوث، وبعدها ليس فقط هذا بل نقلل من الموارد التي تلوث كثيرا. وبعد ذلك هناك مثلا وجدنا بعض البضائع لها تغليف غالي وزائد عن الحاجة، وهذا لازم أن نتركها. ليس التغليف ببلاستيك أو بأوراق كثيرة جدا بل بأشياء أخف وأقل يعني. وإلى جانب ذلك لازم أن نستعمل التغليف الغلافات، يعني سهل التحليل وسهل الحل وسهل التحليل. وليس فقط بل لازم أن نحول بعض هذه النفايات إلى الموارد الجديدة، وهذا أيضا خطة مهمة جدا. ودائما نقول التكنيك هذا التكنيك، يعني تحويل النفايات إلى موارد. نحن أيضا بدأنا نتذوق يعني في بعض المجالات، مثلا في الوقود نحن نجعل بعض النفايات أن تتحول إلى وقود نستعملها في الطبخ وفي مواقع أخرى ليس فقط. وبل هناك مثلا تسميدة، طريقة تسميدة وطريقة تمر البحر بصورة صحية، يعني أساليب كثيرة. وهناك أيضا نفتح مدافن أو نفتح مطامر للنفايات، لنختار الأماكن الخطيرة البعيدة عن ما يعيش فيه الناس، لنختار هذه الأماكن الوعرة، يعني ممكن أن نضع هذه النفايات في هذه الأماكن لكي تكون منسطحة وتسهل لبناء العمارات. يعني هناك طرق كثيرة أساسها هذه الأربعة، الإحراق ليس طريق جيد لكن ما زال يستعمل بكثرة وخاصة في بكين وشنغهاي. بعد ذلك نحن نتمنى أن تكون هناك محطات جديدة لمعالجة النفايات، ليس فقط للإحراق فقط بل لتحويلها إلى موارد جديدة. وفي الحقيقة أيضا نرجو أن نستورد تكنولوجيا عالية في هذا المجال، ونرى أن هناك دول متقدمة مثل اليابان وألمانيا
والدول الغربية أخرى لهم مثل هذه التكنولوجيا، لكن ربما هم لهم يعني نوع من البخل، يعني لا يريدون ربما هم يريدون الاحتفاظ بهذه التكنولوجيا. نعم، في الحقيقة نحن حاجة ماسة إلى هذه التكنولوجيا، ونرجو أن يبدو جميع الشعوب لأن البيئة بلوغ الكرة الكونية واحدة. هذا هو ما فهمته في هذا المجال، يعني أي بخل ليس بخل بتكنولوجيا علينا بل عليهم نفسهم أيضا. نعم، إقامة نظام مثل هذا يتطلب جهود الدولة، ليس من الحكومة فقط الدولة. نعم، بل من كل والمجتمع أفراد. أيضا نعم. مستويات المجتمع أيضا، يعني كل واحد يهتم. مثلا عندما نرمي القمامات لا نرمي كما نشاء أو على الأرض بكل، يعني نقوم بتصنيفه ثم نرمي. نعم نضع في صندوق معين. نعم أستاذ تام، هناك دول غربية تصدر كما تعلمون يعني النفايات الصناعية إلى الدول النامية منذ عقود طويلة لتجنب يعني الأزمات البيئية، والصين قد استوردت تلك النفايات لعشرات السنين، ولكن في مطلع العام الحالي الصين حظرت استيراد تلك النفايات. كيف تعلق على هذا الإجراء؟ فعلا كما تفضلت، إذا الصين كانت أكبر دولة لاستيراد المخلفات من الدول الغربية في عشرات السنين الماضية. إذا وأيضا هناك الدول الغربية متعودة على تصدير المخلفات إلى الصين سنويا، وخاصة أمريكا. إذا يقولون أن أمريكا هي دولة يعني تصنع المخلفات بكثرة. إذا أمريكا والدول الغربية الأخرى مثلا اليابان ونيوزيلاند وأستراليا وغيرها من البلدان الأخرى دائما تصدر المخلفات إلى الصين، وإذا أصبح هناك يعني القرار الحظر للتصدير لاستيراد هذه المخلفات، فأدى إلى هزات أرضية قوية في كل هذه الدول الغربية. إذا هناك أصبح هناك تساؤل مشترك، إذا إلى أين ستذهب هذه المخلفات؟ إذا يعني إذا مثلا في أمريكا أن صناعة استعادة يعني المخلفات كبيرة جدا، حيث تضم تقريبا مليار ونصف مليار فرصة توظيف. والطرف الأمريكي يعتقد أن قرار الحظر من الطرف الصيني قد حدد تجارة التصدير الأمريكية، ويعني صرحت جمعية صناعة استعادة المخلفات الأمريكية بأنها ستقوم بالنضال ضد قرار الحظر من الطرف الصيني، وهذا غير معقول. في الوقت الحاضر قد أصبحت صناعة صينية قوية، وأصبح اقتصاد صيني قوي أيضا، ولا بد لنا أن نفكر في هذه المشكلة جديدا، ولا يمكن أن مثلا أن نستفيد من هذه المخلفات وندفع الثمن لتضحية بالبيئة. لنا السيادة الكاملة، إذا لنا الحق أيضا في رفض استيراد هذه المخلفات. نعم، شكرا لأستاذ تام. في ختام هذه الحلقة سأقول أتمنى أن نغير نمط حياتنا بقدر الإمكان للحفاظ على البيئة لمعالجة النفايات بطريقة صحيحة. وهنا نشكر سيدة تنهم ودكتور جانهوي، شكرا جزيلا على مشاركتكما. ومشاهدينا نشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.